لا يتواجد كل هؤلاء في هذا السوق بريف درعا بهدف التسوق. كثر منهم لا طاقة له على شراء ملابس العيد لأطفاله أو حلوياته لمنزله أصلا. يعني رب الأسرة أحيانا بيضطر يجيب قطعة قطعة لأولاده، يعني ما بيكمل العيلة كاملة كلها، فبس مشان موضوع إدخال السرور والفرحة للأطفال بمناسبة العيد. العيد اللي فات السنة ذيك جبنا 1,000,000 ليرة حلو، يمكن ما بعنا ب 300 ليرة، ب 300,000. العيد هذا خففنا لأنه الناس ما محاش، طفرانة، الله يعين الناس على حالها. جبنا شوية بس، والنوق هاي الحب الأصلية كريت ب 6,000 ليرة، جايب كرتونة واحدة منها 4 كيلات، كنت أجيب 10 كراتين منها كل عيد. لكن الضائقة المالية التي تمر بأهالي حوران لم تمنعهم من ممارسة طقوس العيد ما استطاعوا إليها سبيلا، معلنين تمسكهم بالحياة ومتحدين تهديدات الميليشيات الطائفية لدرعا. لا الأمر طبيعي والناس عايشة حياتها طبيعية، وإحنا اعتدنا على هاي الأمور وعلى تهديدات النظام الفاشلة، وما راح يصير أي شيء، وإحنا ضد النظام اليوم وبكرة وبعد 100 سنة. هو العيد 15 والفطر 8 على أهالي حوران في ظل الثورة، يجددون فيه تمسكهم بالحياة في أرضهم رغم كل المتغيرات. بأسواق مزدحمة ووجوه متبسمة يستقبل أهالي درعا عيد الفطر على أمل أن يحمل لهم العيد القادم الأمن والاستقرار. بشير أحمد، أورينت نيوز، درعا.